نتكلم بقى عن مشكله زي الخلافات الزوجيه. بيبقى كتير قوي من مش عارفين يتعاملوا ازاي مع ازواجهم، مش عارفين ايه المراحل اللي يحلوا بيها اي خلاف، ودايما الاساس في الموضوع ازاي انا اثر على الطرف الثاني وازاي ادير الجلسه بشكل كويس. واثناء قبل الجلسه بيبقى فيه شويه تحضير، والتحضير دوت بنتعرف عليه في الدوره، واثناء الجلسه بيبقى فيه تاثير، وده شيء مهم جدا جدا عشان تقدر توصل انت والطرف الثاني لحل يرضيك ويرضيه، وانتوا الاثنين تطلعوا منه كسبانين، والبيت يطلع كسبان، والمجتمع يطلع كسبان. الواحد بيفكر فيه مش على مستوى الشخصي وخلاص، لا، هو الفكره ان في طرف ثاني لازم يطلع راضي من الموضوع، في اولاد لازم يبقى مصلحته موجوده، في مجتمع لازم يبقى طالع في الاخر ممثل فيه قيمه بهذه الاسره وبالحل اللي طلع دوت. فاحنا لما نيجي نتكلم على التاثير ومهارات، ممكن نشوف في الاخر ازاي تاثر بالهديه، وامتى تستخدمها وما تستخدمهاش امتى، ازاي تقدر تتعامل بالغزل والاطراء، تدخله امتى ما تدخلوش امتى، تتكلم ازاي برضو ازاي تستخدم الشعر، الحاجات الكلمات الجميله اللي احنا بنتعرف عليها وبنشوفها وبنسمع عنها موجوده، بنشوف اشعار موجوده من زمان وبتاع، ليه احنا ما استعملهاش النهارده؟ بنشوف برضو ازاي تاثر عن طريق ان انت تكتب رساله غرام. لا زال ما بين المتزوجين لازم يبقى في رسائل غرام، النهارده في الواتساب وفي الماسنجر وفي وفي وفي، ايه المانع انك تستخدم حاجه من الحاجات ديت وتبعت بيها الجواب غرام، تتعشق فيه في جمال مراتك وفي حلاوتها وفي قد ايه هي واقفه جنبك، وده كله ومراتك برضو تتعامل معاك كده، ازاي انها انت راجلها وانت حاجتها، عشان تقدروا تحلوا المشكله. ازاي تقدر ان انت تعزل الوسطاء وفعلا تتعامل في الموضوع منك ليها على طول، وانتوا الاثنين تحلوا المشاكل مع بعض بعيد عن اي حد تاني واي تاثير تاني. برضو التقل، ساعات بيبقى التقل مطلوب، في اوقات بيبقى مطلوب فيها ان انت تاخد موقف شويه، ترجع خطوه لورا عشان الطرف الثاني يبدا يتجاوب معاك، وده مش دايما هنستعمله، وهنتعرف ازاي نستعمله بشكل كويس. وبرضو في نفس الوقت ان انت ازاي تتزين اللي قدامك، كل راجل وست لازم يتزينوا لبعض، وازاي الاثنين برضو يتقبلوا بعض، عشان احنا داخلين الجلسه دي اساسا عشان نحل المشكله، مش داخلين عشان نكملها خناقه ونعكنن على بعض. لا، الاصل ان احنا داخلين نحل المشكله، فايه المشكله؟ ان احنا نخش متهيئين للطرف الثاني ان احنا جايين نحل، احنا مش جايين نطلع من غير حل. وفي الاخر ازاي ان احنا نستخدم النصح والوعظ بشكل ساعات بيبقى مطلوب ما بين الزوجين، وازاي كل واحد فيهم يتعامل مع الطرف الثاني. فاهمين يا جماعه كده كويس؟